لقيت النموذج اللي مطلوب منكم، يعني بالنسبة للمشروع، انه مطلوب منك انه انت تحددي بعض المعلومات الأساسية، تمام؟ أول حاجة اللي هي الجروب انفو، زي ما حكيت انه مسموح ان انتم تشتغلوا بشكل منفرد او كجروب من اثنين، تمام. بعد هيك بدكم انه المقطع اللي وراه انه انتم تعملوا تشوز لبري تريند موديل، عشان هيك المشروع انه هو مختلف، يعني مش نفس ال يعني يعني مشروع فيه، يعني المشروع اللي ذكرتيه يعني. فبالتالي اختيار البري تريند موديل، من وين بدك تختاري البري تريند موديل؟ انتوا عندكم هنا في الجيت هاب حتلاقوا انه عندكم روابط لبري تريند موديلز، هذه مستودعات للبري تريند موديل. ممكن تلاقي في تنسر فلو، ممكن تلاقي في الكيراس، ممكن تلاقي في الهاجينج فيس، ممكن تلاقي في الباي تورش، تمام. في عندك الموديل زو كذلك، وفي عندك البيبر ويت كود. هذه هي اكثر المصادر اللي انت ممكن تلاقي فيها بري تريند موديل، تمام. تتصفحي البري تريند موديلز، التصفح لبري تريند موديلز عاده بيكون على حسب الفئه، على حسب النوع. فهنا انه هذا البري تريند موديل انه حسب البروبلم دومين، انه بري تريند موديلز متعلقه بالايمج. فانت اذا في بالك انه انت حابه تتوسع اكثر في الايمجز، فممكن تختاري الايمج. حابه تتوسعي في التكست، ممكن تختاري تكست في الفيديوز، في الاوديوز. فانت اذا بدك انه انت تختاري مثلا بري تريند موديل في الاوديو يتقاطع مع المشروع اللي انت ذكرتيه، وليكن ما فيش مشكله. المهم انا عندي انه انت تختاري بري تريند موديل، تمام. هاجيت البري تريند موديل هذا، انه انت بتحددي وبتعرفي ايش الخصائص تبعته. الخطوه اللي وراها انه بدك انه تعمل ذكر للداتا سيت used to train pre-trained model. طبعا البري تريند موديل هذا تم تدريبه على داتا سيت، انا بدي اعرف ايش هو، ايش هي الداتا سيت. في النموذج اللي بعت لكم الرابط تبعه حتلاقي انه ايش اسم الداتا سيت وايش رابط الداتا سيت. مش مطلوب منك انه انت تعملي ولا حاجه في الداتا سيت غير انه تحددي ايش الداتا سيت اللي تم استخدامها في تدريب هذا الموديل، تمام. الخطوه اللي وراها انه choose dataset for fine tuning. طبعا البري تريند موديل هذا بدنا نعمله فاين تيونينج، بدنا نكمل التدريب تبعه، بدنا نخصصه على داتا سيت جديده مختلفه. لقيت هذه الداتا سيت حتكون مختلفه عن الداتا سيت هذه، تمام. فمطلوب انه تحديد اسم الداتا سيت وداتا سيت يو ار ال، نعم صحيح، تمام. فانت بتختار الداتا سيت ثانيه، وانه انت تستخدميها يعني في هذا الاطار. طبعا بالنسبه لمستودعات الداتا سيتس، يعني موجود العديد من مستودعات الداتا سيتس هنا. يعني انا حابب اذكر على سبيل المثال الهاجينج فيس. هاجينج فيس كما هو ظاهر امامكم، في عندكم هذا التيبل، هذا اللينك للمودلز، هذه كلها بري تريند موديل، تمام. بقدر ان انا احدد في ايش بدي اياه. بدي احدد والله انه الموديل هذا هاي كمبيوتر فيجن، هاي مالتي مودل، تمام، وهاي ناتشورال لانجويج بروسيسنج، هاي اوديو. فبختار الدومين او طبيعه الداتا سيت اللي انا بدي اياها. على سبيل المثال انا بدي اختار في مجال الايمجز، في هاي فيديو كلاسيفيكيشن، هذا كمبيوتر فيجن، هاي فيديو كلاسيفيكيشن. بختار كيف اختاري انا بالنسبه لي، يعني يو ار فري تو تشوز اني بري تريند موديل بدك اياه. يعني احنا بنشوف الاكواد،
الاختيار بيكون بناء على انه انا دومين انا حابب ان انا اتوسع فيه. تمام، حكيت انه انت مثلا، يعني خليني اكمل الفيديو كلاسيفيكيشن وبدي اورجيك لي مثال في التكست. حكيت في الفيديو كلاسيفيكيشن حتلاقي موديلز عديده، هذا الموديل تم بناؤه من فيسبوك لتصنيف الفيديوهات. تمام، باجي مثلا بفتحه بشوف ايش في معلومات، بلاقي انه في معلومات انه هيو هذا الموديل بري تريند اون، هيو اسم الداتا سيت، هي رابط الداتا سيت، واضح المعلومه. تمام، انه ات واز انتروديوسد في هذا البيبر. تمام، و هي بيعطيني مثال انه هاو تو يوز. ايش الليبلز اللي موجوده؟ انه موجوده انا عندي 400 ليبل. ايش ال 400 ليبل هدول؟ ممكن انه في الورقه تقدري انه انت تشوفي، او في الداتا سيت هذه انه معلوماتها انه تعرفي ايش عينه الليبلز هذه. هاي مثلا فيو بيبر، هاي داونلود داتا سيت. تمام، هذه كايناتكس 700 2020، كايناتكس 700 600، المطلوبة احنا حكيناها انه هي 400 على ما اذكر. تمام، بتنزل البيبر تبع 400. تمام، هي 400 اللي هو هيومن اكشن كلاسز. ايش الهيومن اكشن كلاسز؟ زي ايش؟ بمشي كيف؟ هيومن اكشن، انه ايش الاكشن؟ ايش بيسوي اكشنز؟ انه هيومن بيمشي، بياكل، بيجري، بتقاتل، هيومن قاعد بيعمل فايت مع هيومن تاني. فبالتالي انه هذا عباره عن تصنيف لفيديوهات، فبيعتمد على هذه الشغله. فبالتالي انه والله انا حابب انه انا اتعمق اكثر في مجال الفيديوهات، تصنيف الفيديوهات، وبدي اختار نموذج زي هيك. بدك تاخذي وقتك، خذي وقتك. انا بالنسبه لي ما فيش اي مشكله انه انت تختاري اي نموذج في اي دومين انت حابه، طالما انه البري تريند موديل هذا فيه له معلومات واضحه انه تم تدريبه على داتا سيت معينه وهيو منشور وموجود وممكن استخدامه. تمام، ما فيش مانع من استخدامه. الان بدنا نيجي ل الفاين تيونينج. فانت الان حددتي الفاين تيونينج، نيجي لجزئيه الفاين تيونينج. بس إيه، ليش انا بدي اذكر الهاجينج فيس تحديدا؟ لانه في الهاجينج فيس في انا عندي مودلز وفي انا عندي تاب ثاني للداتا سيتس، فبقدر اختار داتا سيتس متوافقه مع كيف. هاجينج فيس هذا عباره عن مستودع للداتا سيتس للبري ترين مودلز للماشين ليرنينج مودلز. تمام، اسمه هاجينج فيس. تمام، فبختار هنا بستعرض الداتا سيتس، فبيجيب لي الداتا سيتس تصنيف تبعها نفس التصنيف، هاي تصنيف كمبيوتر فيجن، ايمج تو ايمج، فيديو كلاسيفيكيشن. فايش بدي اختار؟ بدي اختار داتا سيت مختلفه من هذاك، بدي احاول اقارب هل الليبلز اللي موجوده هنا مختلفه عن الليبل اللي موجوده هنا، هل هي نفس الليبل. تمام، فانا ايش بدي اسوي؟ بدي احسن من اداء، فبدي اشوف انه يعني انا استخدم يعني داتا سيت انه انا احسن الاداء تبعه. حكيت لنفترض انه انت الكلاسز تبعتك 400، مسموح انه انت تقلصي عدد الكلاسز. يعني في الفاين تيونينج انه انت تيجي تقولي انه انا بدي ادور على داتا سيت جديده، تمام، واركز فقط على 20 كلاس، وبدي احسن الاداء في ال 20 كلاس هدول مثلا، او في ال 40 كلاس هدول، هذا مسموح، فيش مشكله فيه. تمام، فبالتالي خلاص بختار هنا الفيديو كلاسيفيكيشن وببدا ادور على داتا سيت. تمام، هاي نيورولوجي ساينس، هاي مش عارف ايش، كذا كذا كذا، ببدا اتصفح في الداتا سيت وبختار داتا سيت يعني انه مناسبه للبري تريند موديل اللي انا اخترته. تمام، نيجي الان للسؤال اللي المطروح، انه انا على اي اساس بدي اختار موديل؟ انا والله حابب اتبحر اكثر في مجال التكست. تمام، في مجال تصنيف النصوص، فبدي اختار هنا في المودلز. الانترنت بطيء جدا، واختار هنا ناتشورال لانجويج بروسيسنج، واختار هنا تكست كلاسيفيكيشن. فلاحظوا انه انا لما اخترت تكست كلاسيفيكيشن صار التضليل تبع هذا انه هي صارت باهته
وانه هذا بس الليكتد. معنى ذلك انه هنا بس بعرض لي نماذج في الناتشورال لانجويج في التكست كلاسيفيكيشن. تمام، هجيت في التكست كلاسيفيكيشن، انا والله بدي استهدف لغة معينة، بدي اركز مثلا على سبيل المثال على العربي، بروح زي ما هنا حددت في التاسك تكست كلاسيفيكيشن، بروح في اللانجويج وبقول له انه انا بدي اركز على العربي، فبروح بيطبق لي فلتر تاني انه هذه عبارة عن تكست كلاسيفيكيشن موديل لا العربي. لنفترض انه هذا الموديل، هذا الموديل اللي هو كامل لام، على ايش بحكي؟ على سنتمنت اناليسيس. تمام، خليني اسكر هي هذا، هي بقوله انه هذا الموديل انه سنتمنت اناليسيس موديل، خلص يعني هذا تكست كلاسيفيكيشن، بعمل تصنيف لبوزيتيف ونيجاتيف. تمام، انه هذا بيلت باي فاين تيونينج على الداتا سيت هذه، هو اصلا بري تريند موديل وهم عاملين له فاين تيونينج، وانت حتعملي كمان فاين تيونينج. تمام، وهي ذاكر الداتا سيتس اللي هو انه عاملها. تمام، فبالتالي انه ايش الليبلز تبعته؟ بوزيتيف، نيوترال، نيجاتيف. تمام، وهي حطت لك مثال انه انا بخير انه بعمل كومبيوتر. تمام، وهي بورجيك انه انت كيف انه انت تستخدميه وكيف تعمل له سيتيشن. هجيت بعد ما انا اوكي اخترت انه انا بدي اختار موديل على سنتمنت اناليسيس، بدي اعمل فاين تيون، ايش بدي اروح اسوي؟ بدي اختار داتا سيت جديده مختلفه غير الداتا سيتس هذول. فايش ممكن اروح اسوي؟ اروح هنا على داتا سيتس، تمام، واروح اختار تكست كلاسيفيكيشن واعمل فلتر على اللانجويج عربي. تمام، واتطلع ايش في داتا سيتس على السنتين. هاي سنتيليكس، سنتيليكس بتصور انه ليكسيكون، مش شو اسمه، هاي عربيك ان ال بي داتا سيت. ممكن اعمل فلتر بايش؟ ادور هنا سنتمنت، ايوه تويت سنتمنت مالتي لينجوال من كارديف، مالتي لينجوال ممكن اخذها وافلتر منها العربي مثلا على سبيل المثال. هذه برضه مالتي لينجوال، هذه اي اف ار سنتي، بعرفش ايش اللغه تبعتها، ف افريكان مش عارف ايش هي الديكشنري. هجيت في السنتمنت اناليسيس، في انا عندي اسلوبين، الاسلوب الاول انا اعتمد على الليكسيكون، تمام، بيكون في عندي ديكشنري في الكلمات البوزيتيف والنيجاتيف. الاسلوب الثاني انه انا ما بعتمدش على ديكشنري، بعتمد على على ماشين ليرنينج. في هذه الحاله بيكون في انا عندي داتا سيت جمله كامله مصنفه بوزيتيف او نيجاتيف، وبدرب ماشين ليرنينج موديل عليها. تمام، فهيدي بدك تستخدمي داتا سيت انه ماشين ليرنينج موديل، مش انه ليكسيكون بيست ميثود او ديكشنري بيست ميثود. تمام، لانه احنا ديب ليرنينج. تمام، فهي مثال انه انتم اذا بدكم تختاروا مثلا سنتمنت او بدك تختاري اي كلاس تاني، خذوا وقتكم تصفحوا، الاختيار مش حيكون بين يوم وليله. انا يعني اعطيكم اسبوعين انه انتم تختاروا الداتا سيت او البري تريد موديل والداتا سيت اللي انتم حتعملوا عليها فاين تيونينج، حتعرضوا علي هذا الكلام، وافقت خلاص بتبدوا انه انتم تشتغلوا. طيب ماشي، كيف بدي اشتغل؟ برضه هنا نفس المثال في الهاجينج فيس، بروح هنا على الدوكيومنتيشن. تمام، في الدوكيومنتيشن بروح على ترانسفورمرز، وبروح هنا في جزئيه اسمها، خليني اصغر شويه، هيو فاين تيون بري تريند موديل، شايفينها فاين تيون بري تريند موديل. ايوه بيبدأ يشرح لي بالخطوات، وفي فيديو بيورجيني كيف اعمل انه بري تريند موديل، كيف اعمل له فاين تيون. ممكن اللي قال الشيء اللي انا في بالي مش لك ما يعني مش لاقيه على على الهاكينج فيس، وين بدي ادور؟ بدي ادور على المواقع الثانيه هذه. لنفترض على سبيل المثال كيف المواقع اللي حكيت عنها، اللي على سبيل المثال بيبرز ويد كود. ايش البيبرز ويد كود هذا؟ هذا عباره عن مواقع حيها، هذا عباره عن موقع. تمام، الموقع هذا بيمكنني او يعني هو عباره عن مستودع ل
أوراق منشورة حديثا بالإضافة للأكواد تبعتها، رابط الجيت هاب تبعها. كيف بروح بستعرض؟ هيو في عندي داتا سيت وفي عندي براوز ستيت اوف ذا ارت. في البراوز ستيت اوف ذا ارت بروح بعطيني تصنيفات. ايش التصنيفات؟ كمبيوتر فيجن، ناتشورال لانجويج بروسيسنج، ميديكال ايمجز يعني، تمام، ميسيلينياس متنوع، ميثودولوجي، تايم سيريز، جرافس، سبيش لو انت بدك تركزي على السبيش، تمام. فبالتالي انه مصنف حسب طبيعه الداتا سيت، نفس التقسيمه اللي احنا شفناها في الهاجينج فيس بس محطوطه بشكل مختلف، تمام. لنفترض انه على سبيل المثال بدي اختار في الناتشورال لانجويج بروسيسنج كويستشن انسرنج. في الكويستشن انسرنج ايش طبيعه الكويستشن انسرنج؟ اللي هو زي امتحانات اللغه الانجليزيه اللي انتم مريتوا عليها. لا هو جنريتيف موديل، بس الفكره في الموضوع انه في امتحانات اللغه وحتى اللغه العربيه، مش في اللغه بروح بجيب لي قطعه وبعدين بروح بجيب لي اسئله على القطعه هذه، انه على سبيل المثال في القطعه بيكون محكي انه اليس ذهبت لزياره جدتها وجدتها تقطن في مدينه كذا كذا كذا، من ضمن الاسئله بيجي بسال انه مثلا الى اين ذهبت اليس او اين تسكن جده اليس، فبدي اطلع الاجابه من القطعه، تمام. هجيت الهيومن بيفشلوا، مش بيجاوبوش كلهم 100% في هذا التاسك، تمام. فالكيو اي موديل انه انا بدي اطلب من السيستم انه هي القطعه طلع لي الاجابات للاسئله هذه، فانا بدي اعمل فاين تيون مثلا على سبيل المثال. فباجي بطلع ايش في، انا عندي داتا سيت، في انا عندي الكواد سكواد داتا سيت، تمام، وفي عندي تريفيا كيو اي، وهي رابط المستودع، تمام، وهي رابط البيبر مثلا على سبيل المثال، وفي انا عندي ويكي كيو اي اللي هو ويكيبيديا انه كويستشن انسرنج. ممكن انا افتح على سبيل المثال هذه واجي اطلع انه هي النتائج اللي حققوها، تمام، انه على سبيل المثال انه هذه الورقه هي جابت نتائج زي هيك، وهي رابط المستودع تبعها. باجي بفتح رابط المستودع وعندي رابط الورقه، باجي بفتح الورقه بقراها وعندي هنا رابط المستودع. رابط المستودع هي حلاقي انه في المستودع انه بيبدا يشرح لي انه هي هذا الموديل، تمام، هي الكود تبعه، كيف اعمل ران للسكريبت هذا، تمام، ايش الداتا اللي تم استخدام او تدريب الموديل عليها، ايش الدومين تبعها، تمام، وهنا هاو تو سايت بيبر، وانه زي هيك انه انا باجي بقرا انه يعني على الموديل هذه باجي بتصفح لو انا كنت مهتم في شغله معينه يعني. وهذا يعني الاشي يعني بساعدكم بشكل كتير كبير انه انتم تحددوا توجهاتكم البحثيه في موضوع الرساله. ما هو كيف انه انتم حتختاروا موضوع رساله؟ من خلال الاطلاع، انتم تطلعوا على مجالات مختلفه وتتصفحوا مجالات مختلفه، تمام، واشتغلنا عليها مشروع، فبالتالي انه عندي فكره الان صار في موضوع الرساله انه انا اشتغل اعمل كذا 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 بهذه الكيفيه. طب ماشي، البيبر والكود ما عجبك، ما لقيتي فيها اللي بدك اياه، وين ممكن تروحي كمان؟ ممكن اروح على سبيل المثال على التنسور فلو هاب. في التنسور فلو هاب هيو التقسيمه، هيو ايمج تكست فيديو اوديو، بختار الموديل تبعي اللي انا بدي اشتغل عليه وبدي ادور على داتا سيت ثانيه. طيب ماشي، ما لقيتش في هذا، ممكن اختار انا عندي من البايتورش. في البايتورش في انا عندي هاي بري ترين موديل، باي تورش هاب هاي، فبالتالي هنا هاي اوديو، هاي جنريتيف، هاي ان ال بي، ببدا يفلتر لي مثلا على سبيل المثال انه ايش البري تريند موديلز اللي موجوده، كيف استخدمها، هاي رابط الجيت هاب، ايش الداتا سيت اللي تم التدريب عليها، فبالتالي انه بقدر انه انا اختار موديل في مجال انا بدي اياه بهذا الشكل. الموديل زو برضو نفس الفكرة، في تصنيفات، كيف؟ لا مش مطلوب منكم بيبر، كيف؟
بس انه انت يعني مطلوب منكم انه انت تعملي بريدكت، يعني هذه الخطوات انه انت تختاري المشروع. تمام، هجيت نيجي للامبلمنتيشن، ايش مطلوب في الامبلمنتيشن؟ تعملي انه حكيت الداتا سيت هذه ايش بدنا نسميها؟ بدي اسميها داتا سيت او داتا بي، بدنا نسميها داتا بي اللي بدي استخدمها في الفاين تيونينج. ايش بدي اسوي؟ اول خطوه بدي اعمل يوز بري تريند موديل تو بريدكت ليبلز ان داتا بي، في الداتا سيت بي بدي اشوف الاداء قبل الفاين تيونينج. تمام، يعني بين قوسين هنا performance before fine tuning. الخطوة الثانية apply fine tuning. طيب، وعشان نكون دقيقين اكثر، يعني انه عشان انه انا مشغل التسجيل يعني لكم، هذا اول حاجة بتعمل split للديتا B into train test أو ديف، يعني مش خلاف كثير. تمام، هنا use pre-trained model إنه أنا أعمل predict للليبلز في الديتا B test part، بس على التست بارت. رقم ثلاثة بدي apply fine tuning using للبري تريند موديل، طبعا فور بري تريند موديل يوزنج داتا بي ترين بارت. اخر خطوه تمام هي ابلاي فاين تيوند موديل اون تيست part of data B، يعني انه انا بدي اعمل predict. تمام، اخر خطوه خمسه compare results and steps اللي هي name and four. حاجات يفترض، يعني المطلوب منكم تقرير صغير، انه انا بدي جدول انه بيفور وافتر، ايو بين قوسين كمان مره بيفور اند افتر. اوكي، هذا هو المشروع، مشروع تطبيق عملي بيساعدكم في فهم المفاهيم النظريه اللي احنا بنستخدمها في الديب ليرنينج. مش مطلوب منكم ان انتم تحسنوا نتائج كتير او ان انتم تعملوا شيء او تعملوا ورقة، بس تطبيق عملي على هذا الاطار. الترانسفورمر هو عبارة عن يعني pre-trained models او pre-trained language models تحديدا، يعني عادة أنا بستخدمه على سبيل المثال، إنه يعني بيكون استخدامه إنه أنا بستخدمه كطبقة إضافية في الكلاسيفيكيشن لتحسين النتائج. صحيح، نعم. لا، في ترانسفورمرز للفيديو وللصور. بالضبط. الترانسفورمر على حسب الفكرة، إيش الفكرة تبعتك؟ إنه هل بتستدعي إنه هي ترانسفورمر؟ يعني ممكن إنه أنت تستخدمي ترانسفورمر. ممكن يكون أحد التجارب اللي ممكن تعمليها عشان تشوفي إنه هل النتائج بتتحسن ولا لا عندك. تمام؟ واضح بالنسبة لإلكم المشروع؟ طيب، بالنسبة للبيبرز برضو، في البيبر هتلاقوا عندكم على الجيت هاب هنا في مجلد جديد اسمه بيبر، تفتحوه زي هيك وبتبدوا تقرأوا. طبعا البيبر هذه أنا لسه ما خلصتهاش،
لسه قاعد بعمل فيها فاين تيونينج. تمام. لا يعني ممكن انه هي بضيف وبشيل، بضيف وبشيل. تمام. فحكيت انه انتم اذا حابين انه انتم تطلعوا ممكن تطلعوا انه ايش شو اسمه. حكيت مطلوب منكم انه بعد ما انا يعني خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله، بعد ما انا اخلص تحديد البيبر هذه، حيصير انه البيبر هذه متاحة للاختيار. اي واحدة بتختار بيبر خلص بتصير مش متاحة للاخرين ان هم يختاروه individual. تمام. بعد ما انه يتم تحديد انه الكل يختار، بنحط جدول. تمام. بغض النظر انه الجدول هل قيد ولا في نهاية الفصل، وبصير في برزنتيشن. البرزنتيشن هو 30 دقيقة، بتعرض يعني بتقرأ البيبر كويس، بتفهميها وبتعملي لها برزنتيشن. هعطيكم النموذج اللي انا بستخدمه في التقييم عشان تعرفوا انه انا على ايش بركز بالضبط. فبالتالي انه برضه باستخدام هذا البيبر يعني في المشروع انه تشتغلوا شغل عملي. تمام. كيف تعملوا ترانسفير ليرنينج، وهو احد يعني اهم السكيلز في الديب ليرنينج. اذا طلعتوا من هذا المساق وانتم مش عارفين تعملوا ترانسفير ليرنينج، معنى ذلك انه في خسارة كبيرة. والبيبر بتساعدكم برضو انه، عشان هيك الموضوع انه هذا البيبر انه احدث ما توصل اليه العلم في مجال الديب ليرنينج في مواضيع متنوعة. تمام. بتساعدكم على الاطلاع على ايش الافكار الجديدة في هذا المجال. تمام. فانتوا بتستفيدوا، بتقرأوها وبتفهموها وبتعملوا برزنتيشن لبعض، فبالتالي بيصير في اطلاع على، بالاضافة للشرح الاساسي اللي انا بشرح لكم اياه، يعني بصير في انه اطلاع على احداث الافكار في هذا المجال، وبرضه هذا بيفتح لكم افق لاختيار موضوع في الرسالة. تمام. ف يعني هاي موضوع هذا انه انتم عشان انه انتم تبدوا تتصفحوا فيه، سواء بالنسبة للاوراق العلمية او بالنسبة ل البري تريند مودلز. اوكي.